وسهلا بيك مشاهدي العزيز في هذه الحلقة الجديدة من برنامجك يوما فيوما. بنعمة الله ستخصص هذه الحلقة تحت هذا العنوان: يوم حبس العدو. من هو العدو الذي أتحدث عنه؟ أعني به إبليس. فدعني أقرأ على مسامعك هذه الآية، ثم بعدها سنتحدث معا في هذا البرنامج تحت هذا العنوان: يوم حبس العدو. يقول الوحي المقدس صموئيل الأول 17:46: هذا اليوم يحبسك الرب في يدي، فأقتلك وأقطع رأسك. مرة تاني: هذا اليوم يحبسك الرب في يدي، فأقتلك وأقطع رأسك. العدو هو إبليس. إبليس ده مكتوب عنه في كلمة ربنا حاجات كتير قوي. مكتوب عنه مضل، مكتوب عنه مشتكي، مكتوب عنه الحية القديمة، مكتوب عنه أنه رئيس سلطان الهواء، مكتوب عنه أنه روح يعمل في أبناء المعصية، مكتوب عنه الكذاب. هذا أعني إبليس. لابد أن نعرف أنه بيشتغل في دائرتين. الدائرة الأولى مع أبنائه، اسمهم أبناء إبليس، أولاد اللعنة، وده اللي ورد في كلمة ربنا في إنجيل يوحنا أصحاح 8. ربنا في مرة قال كده لأتباع إبليس: أنتم أبناء إبليس، لأن أفعالهم أفعال إبليس، كذابين. الدائرة الأولى مع أولاده، مع جنوده، مع ملائكته، فشغال بكل الطرق في وسطيهم، جاذبهم ومحتويهم ومسيطر عليهم، على وجدانهم، على أفكارهم، على تصرفاتهم، على كل شيء. لكن يعمل في دائرة أخرى، بيعمل ضد أولاد الله. تقول لي مين أولاد الله؟ أولاد الله اللي مكتوب عنهم في كلمة ربنا، اللي قبلوا المسيح أعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله. الكلام ده في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول. اللي مكتوب عنهم برضو بتأمل وبفرح في رسالة يوحنا الرسول الأولى أصحاح 3، إنه ينظروا ويتأملوا أي محبة ربنا اداها لهم حتى يدعوهم أبناء الله. دول ولدوا من الله، دول ولدوا من فوق، دول ولدوا بالروح القدس وبكلمة ربنا. فبيشتغل في الدائرتين. ولكن الدائرة التانية دي بيشتغل بثلاث صور فيها. بيشتغل بصورة كأسد، مش أسد، كأسد تشبيه، وبيشتغل بصورة كحية بالكاف، واشتغل بصورة كملاك نور. في كل وقت من الأوقات بيجي لإما بالتشويق زي ملاك نور، أو بالترغيب والدهاء كالحية، أو بالتخويف كأسد. ولكن مع أولاد الله لابد أن يعرفوا أن إبليس ده محبوس، مقيد، مجرد. إبليس ليس له سلطان على أولاد الله، بل بالعكس، إبليس مغلوب، إبليس مهزوم.
إبليس محبوس. يقول الكتاب هذه التعبيرات. التعبير اللي بشوفه واضح واللي استخدمه الوحي المقدس في كلمة ربنا عزيز المشاهد أيام داود قدام جليات، داود قدر يقول التعبير ده. هذا اليوم النهاردة يحبسك الرب في يدي، هقتلك فأقتلك وأقطع رأسك. إذا كان داود الصغير قال الكلام ده على جليات طويل الكبير ذو الأسلحة وذو الإمكانيات، وبالفعل حدث. ألا ترى؟ أنت مش شايف مشاهدي إن ده رمز وصورة لداود الحقيقي الرب يسوع المسيح؟ حبسه؟ نعم. قيده؟ نعم. جرده؟ نعم. أخربه؟ نعم. إذا لا يشمت العدو فينا؟ نعم. طب إمتى وكيف؟ عشان أقول لك إمتى وكيف ابقى معايا بعد هذا الفاصل وسنواصل. عزيزي المشاهد الكريم، النهاردة بكلمك في برنامجك يوما فيوما عن يوم حبس العدو. وعرفنا من الجزء الأول من هذه الحلقة نقصد العدو إبليس الشيطان، من شطنة أي انحرفة، المضل الكذاب الحية القديمة المشتكي. عرفنا ان بيشتغل في دائرتين، دائرة اولاده بكل قوة ودائرة اولاد الله المؤمنين بالمسيح يسوع. عرفنا ان بيشتغل في هذه الدائرة الثانية بثلاث طرق، في التشويق وفي الترغيب وفي التخويف، كملاك نور وكحية وكأسد. وتوقفنا ان داود قال اليوم يحبسك الرب في يدي، وقلنا لا شك ان ده رمز للمسيح له كل المجد. ترى كيف اتحبس وايه يوم حبسه وتاريخ الحبس او القيد ليه او تخريبه تعرف امتى؟ المسيح اتصلب يوم 14 أبيب، أي 14 نيسان. اليوم اللي اتصلب فيه المسيح، ولأنه أسقطت 4 سنوات من الميلاد، اليوم اللي اتصلب فيه المسيح قوات الظلمة كلها اجتمعت عند الصليب. إبليس والرؤساء والسلاطين والولاد وأجناد الشر الروحية، كل أتباع إبليس، وكانوا مش عايزين المسيح يتصلب، لأن في صلب المسيح كان تجريد ليهم من كل ناحية ونزعوا كل أسلحتهم من كل اتجاه. عشان كده الكتاب المقدس بيقول عن بركات الصليب في كولوس أصحاح 2، اسمع هذه الكلمة التي أود أن تكون في وقتها، ومدام في وقتها فما أحسنها. وتفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها وفي وقتها. يقول الوحي إذ جردا الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا
ظافرا بهم فيه في الصليب بواسطة المسيح. فالمسيح جرد الشيطان، اتحبس، اتقيد. كان الأول أسد، دلوقتي كأسد. الأول كان حية، دلوقتي حية كحية. الأول كان حية، بعد كده كحية. الأول كان ليه قوته وسلطته وسيادته وتأثيره، لكن المسيح له كل المجد، جرده من كل ناحية. عشان كده الكتاب بيقول في كلمة ربنا أكثر من مرة، سواء في مزمور 9 أو في صفانيا أصحاح 3، إن الرب بواسطة عمله حاضرا وماضيا ومستقبلا أزال العدو. العدو تم خرابه إلى الأبد. وفي المزمور يقول فدانا من يد العدو. وهنا قدامي في سفر صفانيا تحديدا أصحاح 3 وأيضا عدد 15 يقول الوحي هذه الكلمة: قد نزع الرب الأقضية عليك، أزال عدوك. وفي ميخا 7:8: لا تشمت بي عدوتي، إذا سقط أقوم. عشان كده أنا عايز أديك 16 كلمة تلاحظهم وتفرح. كنت في بيت وتألمت ولقيت حالتهم متألمة جدا، وصليت يا رب أقول لهم إيه، فديتهم 16 كلمة بوعود. وأنا هقول لك 16 كلمة دول بدون تفاصيل. أول كلمة أقولها لك وردت كثيرا في كلمة الله: لا تخف. مثلا في متى 14 ذكرت، في لوقا 1 ذكرت، متى 1، لوقا 2. تاني كلمة أقول لك: لا ترهب. يشوع 1 اتقالت، يوحنا 14 اتقالت. تالت كلمة أقول لك: لا تضطرب ولا يضطرب قلبك. رابع كلمة أقول لك: لا ترتاع. خامس كلمة الرب بيقول لك: لا أهملك. سادسا: لا أتركك. الاثنين دول، لا أهملك لا أتركك، في عبرين 13. سابع كلمة: لا تتلفت، يمنة أو يسرة. تامن كلمة: لا تهتم، سواء بالغد أو غيره، متى 6 وفليب أصحاح 4. تاسع كلمة: أشعياء 49: لا أنساك. الرب مش هينساك. رقم 10: لا يضعف قلبك، أشعياء أصحاح 7. رقم 11: نحمية 8 بيقول إيه؟ لا تحزنوا، لا تحزنوا. تسالونيك الأولى أصحاح 4 برضو بيقول لا تحزنوا. رقم 13 في مزمور 91: لا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يستك في الدجى، ولا في الهلاك، ولا هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك 1000 ربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينك تنظر وترى مجازاة الأشرار. وين للأشرار شر؟ لأن مجازاة يديه تعمل به. رقم 14: لا يقف إنسان في وجهك، في يشوع أصحاح 1:5. رقم 15: لا تدنو ضربة من خيمتك، أشكرك يا رب. رقم 16 في لوقا 12: لا تقلقوا. الحقيقة 16 حاجة حلوين قوي. أقول لك إيه، يا بختك، ما تخافش، مش هينساك، مش هيهملك، مش هيتركك، ما تقلقش، ما يضعفش قلبك. خلي بالك، اوعى يضعف قلبك. تأكد ان العدو ده مهزوم،
اتأكد محدش هيوقف قدامك، لا يقف إنسان قدامك. مين اللي قدامك وخايف منه؟ مفيش ضربة تدنو من خيمتك. ده كلام ليا قبل ما يكون ليك، ودي وعود الرب. ما أعظمك يا رب. اوعى ترهب، اوعى تضطرب، اوعى ترتاع، اوعى تتلفت، اوعى تحزن، اوعى تخشى. عزيزي المشاهد الكريم، يعز علي جدا ان اتركك، ولكن عايز اطمنك، العدو محبوس، العدو مقيد، ابليس مهزوم. اوعى تعطي ابليس مكانا. قاوم ابليس فهيهرب منك. مهما كان بيقول عايز يلتمس وعايز يبتلع. ليه انت ضعيف؟ ليه انت تعبان؟ يوما فيوما في برنامجك، يوما فيوما خد قوة من الرب الآن. قل له يا رب اشكرك لأجل كل وعودك. مهما كانت موعد الله فهو فيه النعم وفيه الآمين لمجد الله بواسطتنا. وانت مشاهد العزيز، يمكن تكون لسه في دايرة إبليس، أبناء إبليس، أبناء الغضب، أبناء المعصية، أولاد اللعنة، ما تهرب لحياتك، ما تيجي تحتمي فيه، تيجي تصلي معاه وانت في مكانك. قل له يا رب أنا هقبلك مخلص شخص لحياتي، تعال صلي معاه. قل له يا رب يسوع اقبلني الآن، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع طلعني من دايرة الموت لأعيش معك في دايرة الحياة، من الظلمة للنور معك يا رب، من أبناء إبليس لواحد من أولادك. اقبلني يا رب، خلصني يا رب، اديني حياة أبدية يا رب، طهرني من كل خطية يا رب، أثق فيك وفي صليبك وفي دمك. من اليوم أنا ملك ليك في اسم الرب يسوع، آمين. الرب معاك، ونشوفك بمشيئة الرب في حلقة أخرى من برنامجك يوما فيوما.